مشاهدي موقع تداول وشركة سي اف اي مرحبا، نقدم اليوم ملخص جديد للاسواق المالية والعالمية. طبعا نبدأ بمؤشر الدولار الذي كان يتحرك ضمن مسار هابط، وكما نرى في الرسم البياني هناك دعم قوي عند 93.80 في حال كسرها يصل الى مستويات 93.20، اما في حال اخترق مقاومة 94.37 نتوقع ان يصل الى مقاومة الاخرى هي 94.80. اذكر ان في المنطقة الامريكية نترقب الاحتياطي الفيدرالي وتقرير غدا عن اسعار الفائدة الذي نتوقع أن تأتي مرتفعة ب 25 نقطة أساس من 2% إلى 2.25. أما اليورو الذي ارتفع ووصل إلى أعلى مستويات تقريبا في 3 أشهر مقابل الدولار، مدعوما بمقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بأنه يتوقع ارتفاع كبير في التضخم في المنطقة الأوروبية، وهو طبعا ما يدعم إنهاء برنامج الشراء الأرصول من قبل البنك المركزي الأوروبي. اتجهت العملة الموحدة طبعا للارتفاعات التي استمرت تقريبا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، هذا بعد بيانات قوية للاقتصاد في المنطقة الأوروبية بشكل عام. كأن اليورو قد ارتفع تقريبا 2.5% مقابل الدولار خلال هذه ال10 أيام. دولات اليورو طبعا في مسار أفقي بعد موجة الصعود أمس من جراء تصريح لماريو دراغي. حاليا اليورو يتداول بين مقاومة 118 ومستويات دعم 117.20. في حال كسر مستويات الدعم يصل إلى 116.50، أما في حال اخترق مقاومة 118 نتوقع أن يصل إلى 118.80. انتقال إلى مؤشر داو جونز وبعض البيانات المهمة عن شركات في الولايات المتحدة أثرت في تداولات أسهم الداو جونز وطبعا ناسداك كذلك الأمر، حيث شركة أبل التي ستستكمل صفقة استحواذ على تطبيق الموسيقى شزام بعد أسابيع من موافقة الاتحاد الأوروبي على هذه الصفقة. نبقى بأخبار الشركات، حيث أن تطبيق سناب شات قد يقوم بعقد اتفاقية مع أمازون، وذلك ليتم شراء المنتجات من قبل سناب شات تلقائيا على موقع أمازون. أذكر أن مؤشر داو جونز ستاندرد أند بورز وناسداك قد سجلوا مستويات تاريخية عقب الأسبوع الماضي، ولكن عاد وتراجع مؤشر الداو جونز قليلا أمس. بحال كسر الدعم 26460 نتوقع أن يصل إلى مستويات 26200. إلى أسعار النفط التي ارتفعت في تداولاتها مزيج برنت وأيضا خام غرب تكساس، حيث وصل ارتفاع البرنت 3% في تداولات أمس وهو أعلى مستوى لديه في 4 سنوات عند $80 للبرميل، بعدما طبعا استبعدت السعودية وروسيا أي زيادة فورية من الإنتاج على الرغم من دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة المعروض العالمي. حاليا تجاوز النفط مستوى النموذج المثلث الذي يظهر في الرسم البياني واخترق مقاومة 71.70، وبالتالي في حال اخترقها يصل إلى مستويات 72.60، أما في حال كسر مستويات دعم 71.70 نتوقع أن يصل إلى مستويات دعم 68.50 كهدف أول. يوم الثلاثاء ننتظر في الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة مؤشر ثقة المستهلك أو الكونسيومر كونفيدنس الذي نتوقع أن يأتي متراجع بعض الشيء. في بريطانيا أيضا هناك حديث عن السياسة النقدية. مشاهدينا أشكركم للمتابعة، أدعوكم لزيارة موقعنا على تداول.com وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي.